تحدث الإعلامي الجزائري بقناة شروق قاد بن عمار عن الفساد الذي يحدث داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب المغرب فوز الأقجع. وقال قاد بن عمار في منشور عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك: الكاف فاسدة ومختطفة حتى قبل أن تختار تنظيم نهائي رابطة أبطال إفريقيا في المغرب. وتبع حديثه قائلا: المغرب فوز الأقجع يصل ويجول في أروقة الكاف منذ مدة طويلة، يقرر ما يشاء ويمنع ما يشاء دون أن يتحرك أحدا، كل الاتحادات الإفريقية متواطئة سواء بممارسة الفساد أو بالسكوت عنه أو بالعجز عن مواجهته. ليختتم حديثه قائلا: للأسف أصبحنا في الجزائر نصنف ضمن الخانة الثالثة، خانة الضعفاء، حيث يتم سرقة حقوقنا جهارا نهارا دون أن يتحرك أحدا، مثل ما فعل الحكم قاسم الله لا تربحه، وسيفعل أمثاله مستقبلا مع المنتخب الوطني أو مع النوادي. وفي الأخير، إذا أعجبك الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.